ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاباً في العشاء السنوي لمراسل البيت الأبيض، تناول عدداً من اللفات الداخلية من بينها الانتخابات الأمريكية. ويأتي خطاب بايدن بينما تم تنظيم احتجاجات في الخارج على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. تجمع محتجون يحملون لافتات ويرددون هتافات عن مقتل الصحفيين في غزة أمام فندق واشنطن هيلتون مكان إقامة الحفل السنوي. وتجنب بايدن الحشد الكبير من المحتجين عند المدخل الأمامي للفندق، ودخل عبر المدخل الخلفي حيث استقبله عدد أقل من المحتجين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.